ونرحب مشاهدينا الكرام بضيفنا في الاستوديو الباحث السياسي دكتور فالح الخطاب. مرحبا بك دكتور فالح. كما وينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان الكاتب والباحث السياسي السيد حسين العليان. مرحبا بك سيد حسين. أهلا ومرحبا. أهلا بكم. نبدأ منك دكتور فالح، ماذا يعني مطالبة تحالف الإصلاح بتصويت على إلغاء المجلس الأعلى لمكافحة الفساد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني المجلس الأعلى لمكافحة الفساد أتى به عادل عبد المهدي في البداية كفكرة من أجل أن كما قال هو من أجل تفعيل عمل مكافحة الأجهزة المختلفة التي كانت موجودة من أجل محاربة الفساد، والتي ثبت أنها عقيمة ولم تكن تفعل شيء، إذا لم نقل أنها ساهمت في نشر وإشاعة الفساد، مثل مكاتب المفتشين والهيئات الأخرى وكذا. فهو أراد أن يكون هذا المجلس عبارة عن أداة قوية حازمة لتفعيل مكافحة الفساد، لكن المشكلة وين تكمن؟ تكمن أنه هناك الأحزاب الكبيرة المتنفذة الرئيسية الأربعة تقريبا، اللي هي حزب الدعوة والمجلس الأعلى والحشد الشعبي وتيار الصدري، هؤلاء عندهم تخوف من أنه يكون هذا المجلس أداة بيد عادل عبد المهدي من أجل أن يسحب القضية من المجلس النيابي، من مجلس النواب الذي هو يتحكم في هذه القضية، قضية الفساد، ويعطيها بيد رئيس الوزراء، مما يشكل سلطة قوية يمكن أن تسحب من إيديهم هذا الملف الخطير الحاسم. وهذا يحيلنا إلى سؤال آخر أستاذ حسين، هل يعني ذلك أن المجلس الأعلى للفساد لم تعد له جدوى، وذلك لأن حجم الفساد الذي يضرب مؤسسات الدولة أكبر من مهام وقدرة هذا المجلس؟ أسعد مساكم مشاهديكم الكرام. مساء الخير. الحقيقة يعني احنا صار لنا سنوات طوال نخترع آليات لمواجهة الفساد، وهذه الآليات لها سقف لا تستطيع أن تتجاوزه، لأنه أساس الفساد هو فساد سياسي وليس مسألة يعني تنظيمية إدارية حتى نعالجها. النظام السياسي مركب تركيبة وتوليفة توافقية ذات أبعاد تحدثت عنها في التقرير، طائفي وعرقي ومن كل أشكال التناقضات القائمة في هذا النظام السياسي. هذا النظام السياسي يحمل الفساد في جنباته بشكل أساسي، وكل أشكال الفساد الأخرى تنعكس عن هذا النظام، وأن هذا النظام هو مصدر كل فساد، هو مصدر كل تخريب، هو مصدر كل هدر للمال العام، ومصدر لكل المشكلات الفوضى وعدم التنمية والأمان. إذن الانشغال في أنه شكل مجلس هو يشكل هياكل لمزيد من الفساد، يعني حلقات الفساد تزداد مع كل تشكيل إداري. ما لم يعالج الفساد بشكل سياسي قانوني جوهري عمودي، بشكل عمودي وأفقي. نعم. الفساد كيف يعني كيف يكون ذلك؟ كيف تتم المعالجة بهذا الشكل؟ ماذا تقصد بها؟ تتم المعالجة عندما يستعيد البلد إرادته السياسية ويصبح بلد يقرر قضايا داخلية، يستطيع أن يعالج قضايا زي الفساد وأن يأخذ سلسلة من القوانين الفاعلة في إدارة النظام الاقتصادي والسياسي في البلد واستعادة إرادته وثرواته. طيب ذلك الحديث عن الفساد يعني مضيع للوقت. نعم. وترويج للفساد. أرجو أن تبقى معنا أستاذ حسين. أيضا دكتور فالح، يعني الكتل البرلمانية تتحدث الآن أن أوضاع العراق في تدهور ويجب أن يكون هناك إصلاح كامل. الآن هذا الحديث يعني العراق في تدهور منذ بدء الاحتلال. نعم، العراق في تدهور وفي فساد شامل، وهناك توافق وتواطؤ من قبل القوى السياسية التي جاءت بعد الاحتلال على أن يكون هناك تقاسم كامل وتوافق كامل، يعني التوافقية الديمقراطية أو الديمقراطية التوافقية التي جاء بها الاحتلال الأمريكي قامت على أساس تقاسم مكونات العراق ومقدرات العراق في كل شيء. الآن يعني الآن
ما يفعل قادة الأحزاب والقوى المتنفذة هم أنهم قطعوا العراق إلى قطع في كل زاوية من زواياه، لم يعد هناك شيء لم يقسم في العراق. وبالتالي أنت تتحدث عن يعني ليست موجة، إنما عملية يعني قضم وتفكيك للعراق بشكل لا يمكن أن يكون عبث، ولا يمكن حتى يعني حتى هذا الفساد لا يمكن أن يكون مجرد اقتصاد، إنما هو مخطط استراتيجي واضح في أنه لا يبقى هناك عراق بعد فترة من الزمن. وبالتالي هناك عندنا أي حديث عن الإصلاح هو حديث لا يمكن أن يأتي من سراق وفاسدين يشكلون هم أداة الفساد الأشمل والأكبر منذ أن جاءوا إلى الحكم عن طريق الاحتلال الأمريكي وحتى الآن. وكل ونرى كل يوم يزداد هذا الفساد بمديات حقيقة يعني تستعصي على الفهم. يعني موسى فرج اللي هو كان رئيس النزاهة الأسبق يتكلم عن أرقام يعني حقيقة مرعبة، يقول ملف الفساد في البنك المركزي لوحده أكثر من 100 مليار دولار، يقول ملف الفساد في المشاريع الفاشلة والوهمية أكثر من 200 مليار دولار، ملف العقارات المستولى عليها من قبل الأحزاب المتنفذة يعادل المشروعين السابقين يعني أكثر من 30 مليار دولار، ناهيك عن التسليح، عقود النفط، الموظفين الوهميين. يعني الآن عندنا في الدوائر الدولة 8 مليون كادر وظيفي يستهلك حوالي 1/3 الميزانية في العراق، الثلث الميزاني الآخر يذهب إلى التسليح الذي هو شيء غامض لا يستطيع أحد أن يتحدث عنه بأنه باعتباره من الملفات الأمنية. أنت تتحدث عن فساد كبير جدا لا يمكن أن يعالجه أي شيء إلا إرادة متحررة قوية يمكن أن تكون من خارج هذا الوسط بالكامل لتنهي الفساد والمحاصصة، تنهي تماما، لأنه أي عملية تسمى إصلاحية بين قوسين لا يمكن أن تأتي من هؤلاء الفاسدين، إنما يمكن أن تأتي من خارج هذا الإطار تماما ومؤيدة بالقوة والقانون. نعم. سيد حسين، يعني إذا لاحظنا فحتى تحالف الصدر أنذر عبد المهدي منذ أيام بفرصة أخيرة، هل ترى أنه سيقفز أيضا من مركب عبد المهدي؟ يعني هو عبد المهدي رئيس وزراء إجا بتسوية وبتوافق قوة نافذة، وهو لا يملك أي قوة في البرلمان حتى يحمي نفسه يعني. نعم. وبالتالي يعني أي ائتلاف يستطيع أن يسحب الثقة بعبد المهدي ويزيحه إذا ما تم التوافق الإقليمي والدولي على ذلك. يعني الموضوع ليس عادل عبد المهدي وليس العبادي وليس المالكي وليس أي شخص، أي شخص بتحطه مكان عادل عبد المهدي سيكون أسوأ من عادل عبد المهدي. منذ 5 وزراء رؤساء وزراء تناوبوا على السلطة حتى الآن، مالكي مرتين والعبادي والجعفري وثم المالكي، من وين أنت بدك تجيب؟ نفس الخليط ونفس نفس الناس اللي تعاونوا على تدمير البلد لن يبنوه. ما في فاسد بدافع عن بلد، ولا يستطيع فاسد أن يحمي ثروة بلد، ولا يستطيع فاسد أن يستعيد إرادة بلد. الأزمة كما يعني تحدثنا فيها بشكل متواصل عبر قناتكم الكريمة، الأزمة أن سيادة العراق وهوية العراق ودور العراق لا مجال لا وجود لها في هذا النظام السياسي. نعم. وبالتالي هي توليفة للنصب والاحتيال ركبتها الولايات المتحدة بالتعاون مع قوى إقليمية، وهم مستفيدون من هذا الوضع باستبعاد العراق عن أن يكون شيئا ما في المنطقة، سيما وأن العراق لديه قابليات أن يكون بلدا محترم بفعل قدراته الاقتصادية والبشرية. كيف تدمر دور العراق؟ يجب أن يغيب الرؤية فيه، يجب أن لا يعني يتمكن من السيطرة على ثرواته. نعم. يجب أن لا يعاود دوره الإقليمي حتى تحقق ذلك. قونن الفساد وابني نظام سياسي فاسد بتوه العراق، والآن العراق في حالة انعدام وزن، يعني في حالة فوضى مفتوحة. وبالتالي الحديث المستمر عن الفساد، أنا الحقيقة مليت الحديث في موضوع الفساد لأنه صارت ثقافة الفساد تكاد أن تكون ثقافة شعبية، اللي مو فاسد ما ندبرها، واللي والفاسد بالعافية عليه دبر روحه، فهمت علي؟
يعني الحديث المستمر كأنه يأتي بنتائج عكسية. يجب أن تناقش المسائل في العمق. العمق يقول أن العراق ليس لديه سيطرة على ثرواته، كل ثرواته، ليس لديه سيطرة على إرادته السياسية ومواقفه السياسية. العراق في مهب التجاذب الإقليمي والدولي، وبالتالي لا تستطيع الحديث عن بلد أو عن سلطة سياسية. إذن في هذا البرلمان أقلوبة. البرلمان أقلوبة. في هذا السياق دكتور فلاح، تيار الحكمة أعلن عزمه تسمية 22 وزير ظل، ماذا يعني ذلك؟ يعني هذه يعني هذه يعني مسرحيات وتمثيليات وعبارة عن مطالب خفية. اليوم سمعنا أيضا بالأخبار أن عادل عبد المهدي ينوي أن يتقدم من هذا المسمى تيار الحكمة اللي هو المجلس الأعلى، يحاول أن يأتي بعدد من الموظفين في مكتبه الخاص. يعني هذه بتلك يعني فالعملية كلها ليس لها أساس، يعني لا هي معارضة ولا هم حكومة ظل ولا كل كلام، هذا في كلام تمضية وقت وعبارة عن مطالبات بأن تكون الحصة أكبر. وهو يعلم جيدا الحكومة الحالية والقبلها واللي بعدها هي حكومة ممكن أن نقول هي هيئة يعني لإدارة التوازنات بين القوى الفاسدة التي تعطيهم كل واحد حصة من الحصص، وهي يعني غطاء وستار باسم الحكومة، إنما في الحقيقة هي هيئة لإقامة التوازن المانجمنت، يعني تسوي عملية إدارة عمليات الفساد. فلا تيار الحكمة ولا المجلس الأعلى ولا حزب الدعوة، كلهم هؤلاء يتقاسمون الغنيمة ويهددون، وهم يعلمون جيدا أنه إزاحة عبد المهدي لا تقدم ولا تؤخر. وإذا دخلت البلاد في أزمة اختيار رئيس وزراء، فهذا حتى عبد المهدي يعلم جيدا أنه هذا الأمر لن يتم بليلة وضحاها. العملية كلها عملية تمثيلية وضحك على الدقون. بعض النواب يتحدثون عن أيلول، شهر أيلول ساخن لفتح ملف البرنامج الحكومي. ويعني محاسبة الفاسدين على رأسهم عبد المهدي. يعني نريد أن نسأل، هل عبد المهدي وحده الذي أخفق هذا الموضوع كامل؟ هو هذا الموضوع. من يحاسب من؟ يعني من الذي يتجرأ ويقول أنا شريف وأريد أن أحاسب الفاسدين؟ الكل فاسدين، والكل يعني يتخللهم الفساد. الوضع في العراق أصبح لا يطاق. أنا كما قلت قبل قليل، يعني لا يمكن أن نقول أن ما يجري هو محض عمليات سرقة وفساد، إنما هو تدبير من الاحتلال الأمريكي بهدف كما قلنا سابقا في أكثر مناسبة، إخراج العراق من التاريخ والجغرافيا، إنهاء هذا البلد العظيم، البلد بلد التاريخ، لكي لا يكون له لا دور ولا كيان. وخصوصا إذا رأينا الآن مواضع الفساد وين؟ التقارير الدولية، مش يعني لا نقول نحن، التقارير الدولية تقول أن الفساد متركز أكثر ما طبعا في كل مكان، في كل مكان في العراق فساد، زين، لكن متركز وين؟ في التربية والقضاء والأمن والدفاع والنفط. يعني لك أن تتخيل ماذا بقي. الحكومة نفسها تقول أن هناك 13 ألف ملف للفساد، هناك تقول مليون متهم بالفساد، هاي الحكومة تقول، والكلام هذا طبعا لا يمكن تصديقه لأنه أقل من الواقع بكثير. وبالتالي نحن نتحدث عن حجم فساد شامل. إذا كانت دكتور الحكومة تقول، فمن يحارب هذا الفساد؟ مع الأسف أستاذ حسين معنا من عمان، من يحرك هذه الكتل برأيكم؟ وهل بات عبد المهدي غير مرغوب فيه من طهران؟ لا أعتقد أنه غير مرغوب فيه. يعني التجاذب الأمريكي الإيراني يعني هو الذي يحكم مسار النظام السياسي في العراق. نعم. يعني وواضح أن النفوذ الأساسي للجوار الإيراني أكثر منه الولايات المتحدة الأمريكية على الأرض، لأنه أغلب الكتل السياسية هي محسوبة على التحالف مع إيران. وبالتالي إيران مطمئنة، شلت عادل عبد المهدي، خليت عادل عبد المهدي لن يغير في حقيقة الأمور شيئا يعني. حتى ما قاله تيار الحكمة من أن سحب الثقة من حكومة عبد المهدي دون بديل، وكما تفضل ضيفنا دكتور فالح، قد يستغرق وقتا طويلا ويدخل البلاد في شلل حكومي. يعني هي البلد مشلولة بالكابينة اللي مشكلينها أو بدونها، البلد مشلول بكل الأحوال، هو مشلول. نعم. يعني يا أخي الكريم،
البرازيل كانت دولة رقم واحد بالفساد قبل 20-30 سنة، لأنه البرازيل انتخبت بإرادتها الحرة واستبعدت النفوذ الخارجي واستولت على ثرواتها وأنتجت رئيس، استطاعت أن تصبح دولة من دول العظام الثمانية العظام بسهولة. السر سر حل المشكلات في العراق هو أن تستعيد زمام إدارة بلدك. نعم. قبل ذلك لا تحدثني عن كابينة وعن برلمان وعن ديمقراطية. كيف يكون هناك برلمان وديمقراطية وهذا البرلمان لا يستطيع أن ينفذ أبسط القوانين إذا ما عارضها الخارج؟ نعم. هو لا يجرؤ أن يمرر أبسط القوانين في خدمة الناس، وبالتالي هذا الخارج ترك لهم يتلهوا بالديمقراطية وبالبرلمان وبالانتخابات وتقاسم بعض الفساد. لكن الفساد الأكبر هو فساد الهيمنة الخارجية على هذا البلد. نعم. وهذا الفساد الحقيقي، وهذا لن يستعيد إلا إذا يعني استعيدت إرادة العراقيين لتكون دورا فاعلا في الشارع وفي حياة بلدهم. العراقيين اليوم منقسمين ومخدرين وخارج دائرة الفعل، الإرادة العامة للناس خارج إرادة الفعل، وهي الإرادة التي يعول عليها لاستعادة العراق لسيادته وثرواته. وصلت الفكرة دكتور. دون ذلك ما ممكن. نعم، شكرا لك سيد حسين العليان الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من عمان. أخيرا دكتور فالح، كيف تستشرف الأمر وتستقرئه؟ هل سينتهي الوضع إلى مزيد من المحاصصة وتقاسم المناصب والترضيات؟ يعني هذا هو النهج السائد الآن، مزيد من المحاصصة، مزيد من تقاسم الفرص على حساب العراق. اليوم نسمع اليوم عن كوادر في وزارة الخارجية يعني 70 أو شيء ومحاصصة بين وزارة الخارجية وبين الأحزاب، ويعني وحتى وزارة الخارجية هي طبعا خاضعة للأحزاب والكذا. العملية ستستمر هكذا إلى أن يعني يقول الشعب الذي نأمل أن لا يكون مغيب، يعني نحن نتحدث عن المغيبين قسريا، لكن هناك مغيبين أيضا من ناحية أخرى بطريقة أخرى للأسف الشديد، وهناك عملية تغييب كبيرة جدا. نرجو أن يكون الأمر كذلك. أحد النواب الفاسدين أو أحد النواب الموجودين، عفوا يعني لا أتكلم عن أحد معين، إنما أحد النواب تنبأ قبل فترة، قال أنه نحن إذا يعني تراجع خطير جدا قد ينتهي بثورة شعبية. فيعني أعتقد أنه إذا تمعنا جيدا، حكومة حادل عبد المهدي عندما جاءت بعد ثلاث يعني مخاضات. صح. المخاض الأول كان الانتخابات الأخيرة التي شارك فيها عدد قليل جدا جدا، وكانت هناك سيطرة وهيمنة للأحزاب التقليدية، وبالتالي رأوا أنه يأتون بشكل من الخارج. يعني عادل عبد المهدي رغم أنه هو منهم، ولكن يعني يعتبر إلى حد ما هكذا صوروه على أنه من خارج هذه الكذا. الأمر الثاني التظاهرات التي قامت في البصرة، وكانت تظاهرات عارمة وفي الجنوب تقريبا، وخافهم أنه كما يسموهم قاعدتهم الشعبية تنهار. صحيح. الأمر الثالث المحافظات السنية المنكوبة التي تزداد نكبتها يوم بعد آخر، وملف النازحين وكذا. لذلك هذه الأوضاع لم تتغير، ولنا أن نتخيل جوابا على سؤالكم أنه هذه الأوضاع لا زالت مستمرة في التدهور، وإمكانية التدهور هذه قد تقود إلى مآلات لا يمكن سيطرتها والضبط. تعويل على الشعب إذن. نعم. نعول على الشعب، نعول على الله سبحانه وتعالى عسى أن يغير الأمور. نعم، شكرا جزيلا لك إذن الباحث السياسي والكاتب دكتور فالح الخطاب. شكرا.